السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم معنا اليوم. شحال هذه ما خرجناكم. هاد النهار ان شاء الله غيكون واحد الفلوق في واحد المتحف الوطني ديال العين ان شاء الله. الاشواق جايه كتصور فيديو بلا ميا. ايوا واش هاد البلاصه زوينه، واحد المنظر يا سلام. وانا واشواق خارجين، شحال هذه ما خرجنا انا واشواق، شحال ما درنا شي فلوق. اليوم بغينا نجربوا اكتشفت اشواق واحد البلاصه بغينا نشوفوا. وي انا المهم بغينا نشوفوا ديك البلاصه. الصراحه شحال هادي وانا في هذه المدينه مازال ما عرفتش ديك البلاصه شنو هي الرقميه. حتى هي مشات ما مشاتش، وانا نمشيو نكتشفوها. باش نكتشفوا حتى نتوما كناش غادي نجيو لهاد البلاصه. كنا باغيين نمشيو لواحد المتحف زوين، وانما لقيناه ساد وجينا لهاد البلاصه. حتى هي دواره مع الجو زوين بزاف والجو بارد. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. حنا غنصور لكم لقطات مع النخل ولا شفتي. يا سلام خليكم معنا. انا شفتي. المهم كيف ما كتشوفوا المنظر واعر. هذه يلاه الدخله، شوفوا هذه البلاصه عجبتني كيطلعوا فيها التصاور واعرين. شوفوا البنات، نعطيكم واحد النصيحه. البنات اللي ما كيعرفوش يناسقوا الحوايج ولا كيحصلوا كيتقول لك انا كنحصل شنو الناسق، نصيحه مني ليكم، بقاو تاخذوا الالوان من الطبيعه. التناسق ديال الطبيعه كيف ما كتشوفوها نتوما، التناسق ديال الطبيعه سبحان الله كتلقى فيه واحد الجماليه. يعني كون اكيد ملي غدير تناسق ديال الالوان الطبيعه غادي يجي ويطلع لك داك الشيء. يا سلام. يا ناس الى اين انت ذاهب الى مزرعتك؟ شوفوا المزرعه ديال يونس. شوفوا كيفاش دايرين هنايا واحد الايبوتيكا. هذه الصوره ديال الشيخ زايد الله يرحمه. السقيه واش فيها الماء كيحترموه بزاف. لحقاش هو هاد الحاكم ديال الامارات الشيخ زايد، هو اللي خدم الامارات وهو اللي بنى برج خليفه. المهم هو اللي دار بزاف ديال التطورات في البلاد. دوما يكونوا غير العمال اللي خدامين هنا. تلقاو الصور ديالو في كل بلاصه. تبارك الله هاد المزرعه كبيره، ولكن ما في موجود. لا راه كاين هي، ولكن حابسينه. ما عرفتش علاش حابسينه. ها انتم هاد التمر تبارك الله. ها انتم راه كاين الماء محبوس، كاين الماء ولكن محبوس، حابسينه. ما عرفتش علاش مخليناش يتدفق ويتدفق. يمكن كيطلقوه باش كيسقيو وصافي. لحقاش دايرين خريجات هنا باش كيخرجوا يسقيو. اجي تشوف هاد اشواق وغاد تسلق التمر عادي. راه غير شنو داك الشيء اشواق؟ عين بسم الله الله يرحم الغراس. ان شاء الله تستمر. بسم الله 40 وصل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يلعسك. اجي فين غادا نمشيو نخرجوا بلاصة الدور؟ ما فيش غادا. فيه. يلاه سير. والله إلا واعر. اشواق. عرفتي واحد البلاصة واعرة وباردة والله إلا عينا من المدينة جينا لهنا لأشواق. كنا ندخلوكم واحد البلاصة ولكن مع الأسف ولكن عاود هاد البلاصة واعرة. واعرة هاديك تاريخية، فيها داك الشيء ديال ديالهم، تاريخ ديال الإمارات بغينا نعطيوكم معلومة تما، ولكن إن شاء الله تتفتح. شو الواحد قداش؟
ليش مش لبسات يلا فين دخل الكوري شو البلاصه تشوفوا كان هيك المعنى في السقيم كان ما يعطيني من برا خلينا نشوف شو هذيك اللي هي اللي فيهم مصيدات فيرمونية جافة شنو هي فيرمونية دي باللغة العربية دخلي انا هيك واو ها؟ هذه صغيرة شو؟ يلا نمشي عندك تطيحي شو؟ شوفي فيها عندك تطيحي أنا اللي غنطيح بقيت كنشوف في الكاميرا حتى مشيت نطيح ويلي وكان كان الماء كيف كرني هاد شفتي الميراث سقية الميراث كتعرفو تي الميراث جي جي تصفر هنا عادة لا حسب من هنا الله يلا البلاصة هو خصنا غير شي دكا ديال اتاي مشحر شي بولا بنادم وشي كليسة وشي بسيمنات والعائلة مجموعة يا سلام وتفرشوا في هاد البلاصة ما نعاود لكم مرة أخرى يعني. اللي جاية إلا بغيتو تركبو تساراو فيها كاملة يعني باش تقدرو تساراوها كاملة لحقاش هذا الرجل مستحيل تقدر دورها كاملة هاي كاع حشمات منه ورجعت للور معاهم كاين اللي هادو خارجين حنا جينا بغينا نتمشاو عندك انت طيحيهم انا ما نطيحش زيدي غير تبعيني تبعيني ما تحشمينيش اشواق ما تحشمينيش قدام الجماهير راني كنعرفك انت هي قاصه حتى بينا كايناش الطريق اقسم بالله هاد الطريق ما شفتهاش كتبان غير هاد كيبان ما عرفتش هاد الما منين غيخرج شفتي الطريق كامل واخا ما كاينش طول الشجره ديال الحامض في وسط النخل كامل لقينا شجرة الحمد تبارك الله ما شاء الله أقول سبحان الله أشواق هادي واحد المزرعة سميتها ملك سمو الشيخة حصة بنت محمد من عائلة ديال الشيخ زايد هذه نورة فيها الربيع مربع مربع بغيت نقول مرعبة مرعبة فيها الربيع زعما الجمع واو كيف يعني سحبني النعناع يا سلام اشواق كي جاك هاد البلاصه
غوتي جهاد. هما عندهم بلاتنا كتلقيني زارع فيهم شجر الزيتون وهم عندهم النخل. ما حتى حنا راه عندنا النخل غير حنايا في الجهه ديالهم عندنا كل شيء الحمد لله. حنا في ناس ناس تيريري ناس ناس كتعرفي غني معايا مريخ مريخ عندها خيس من اسمع اسمع واش الحاديه ديال الشوق كملي قلنا اليوم في ما عنديش صوت كملي راكي غاديه ماشي مهم يكون الصوت قول لي انت شي شنو نغني نسيني الدنيا نسيني العالم رجع لها رجع لها دابا غير يلا كليت التمر عاد كن لو اقول لك اني بحبك الحب شوي عليك يا سلك لو ثانيه انا بعد عنك برجع مشتاق لعينيك دومني خليك وياي تعال نعيش اجمل ايام اعطيني يديك باش نديرو الرومانسيه شويه هاكا واو شفتي الوقت الناس فين ما اشلقت في الماء انا كيف فكرني شي شوف هاد البلاصه هادي شوف كي واحد البلاصه هادي شوف هادي دائره اللعبه ديال سكويد جيم الناس اللي كيعرفوا المسلسل ديال سكويد جيم ديال الشينوا كوريا الجنوبيه وقيله بلا إذا كنتو كتعرفو بحال ما دايرش الماكياج والله الا شفت كدير الماكياج الطبيعه سبحان الله العظيم كيتكراو شتو ما كاينش موراهم اللي كيكريو حبوسي زوين الصراحه ها انتما شوفوا كيف ما كتشوفوا هنا هاد الكليسه التقليديه بهاد
حيد ياس حيد ياس نوري الجلسه. شوفوا والقصب كاين في السقف واللمبات، وهذه هذه دخله وحده اخرى من اللي هي كيف ما كتشوفوا. شديتي له لمبه؟ شديت لمبه تغوغي من لمبه. الإخوان مشاهدين الكرام متابعين قناة يونس أشواق، لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. قد نال إعجابكم عربية وتشوف هذا الشيء القديم وتتفكر الناس. أنا نتفكر الناس باللغة العربية، كيضرب باللغة العربية. سمعتوا الأفلام التاريخية كيكونوا باللغة العربية ماشي الناس القدام. المهم كنتمنى تكون الفيديو تكون عجبتكم الجوله اللي درنا معكم، غبنا عليكم من الجولات. المهم ان شاء الله درت تحسن الجو، غادي نبقاو نديرو معكم جولات اكثر واكثر ان شاء الله بطبيعه الحال. دابا راه بدا كيبرد عندنا الجو، ما بقاتش ديك الحراره ديك الرطوبه، ما كتخليناش نمشيو لاماكن بزاف صراحه. بداك الحراره مازال غتشوفوا بزاف ديال الفيديو اليوم. ان شاء الله جينا صافي اليوم ان شاء الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين. شكرا لهاد الفيديو. باي باي. السلام عليكم. باش ندير كيف هنا مبردة. غنشوفها بالنسبة لهاد المباني اللي كتشوفو الناس غاويين كعندك داك الشيء، يعني شو كاين لداخل بحال مثلا كاين هاد القلعة هادي كاينة لداخل بحال هاد الشكل. أيه. وكاين هي داك المسجد راه هو كاين هذاك اللي كيصوروا فيه داك الجوج. لا لا داك المسجد كبر 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 كاين غير صباك باش يبان. ها شوف المسجد صغير. حنا نمشيو حدا دابا بغينا نعطيكم نظرة شاملة ونمشيو حدا ونوريوكم. هي الدخلة نتاع القلعة الكبيرة راه ها انتوما تخيلوا واش واق دابا عملاقة. شوفوا القر ها هي الباب دير بحال دخلتي الباب. واو وهذا شنو كبير؟ شنو هذا؟ هذا القمر. كاين واحد القمر هو. ودابا طمع سيه عطيه اللي ياكل.